أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحصة المباشرة والمتواصلة، تغطية متواصلة من قناة المغاربية للوضع هناك المستمر، هذا الحراك الذي يسطر مستقبل الجزائر لأكثر من 4 أشهر، دخل شهره الخامس الأسبوع الماضي، وبداية حتى هذا الأسبوع كانت مركزة طبعا على كلام القايد صالح وتفاعله. أمس كان هناك حراك للطلبة الثلاثاء مرة أخرى، سطروا وجودهم، أرسلوا رسائلهم كالعادة. اليوم القايد صالح تحدث مرة أخرى، قال كلاما طبعا مغايرا، ولكن الحدث الأكبر هو السجناء السياسيين، وقفة احتجاجية اليوم في الجزائر، وقفة لتذكر هؤلاء الذين لا يزالون عشرات منهم إن لم يكن مئات ما زالوا داخل السجون. الجزائر دخلت في مرحلة جديدة الآن منذ 22 فيفري، وكان من المفروض أنه كما أطلق صراحة عبد الله بن نعوب وغيره والحاج غرمول وغيره من هؤلاء الذين أطلق صراحهم، أنه يطلق صراح كذلك من يزال أو من لا يزال منذ عشرات السنين داخل السجون، وهم سجناء سياسيون لم يقترفوا جريمة قتل ولا أي جريمة من نوع آخر، لم يرتكبوا أي جريمة، لأن الرأي ليس جريمة، حرية التعبير عن الرأي ليست جريمة، لكن الواقع أنهم موجودون هناك. وقفة اليوم كانت لتذكرهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، إن كانت نية السلطة في أنها سلطة تنبع من الإرادة الشعبية وأنها تستجيب لما يطلبه الشعب الجزائري منذ 22 فيفري، إن كان هذا الكلام صحيح فهناك يعني أدلة، يجب أن تكون هناك أدلة على هذا الكلام، على رأسها إطلاق سراح المساجين. التذكير طبعا أن عبد الله بن نعوم على سبيل المثال والحاج غرمون وقع إطلاق سراحهما بعد استشهاد كمال فخار داخل السجون. كمال فخار كان مضربا على الجوع، يعني يطلب مضربا على الطعام عفوا، كان يطالب بإطلاق سراحه لأنه اعتقاله اعتقال تعسفي، لم يؤبه لهذه المطالب، لم يؤبه لكلام كمال فخار، كانت نتيجة كما تبعناها وغطيناها وتحدث عنها الشعب الجزائري استشهاد هذا الرجل، ما دفع بالسلطة إلى إطلاق بعض الآخرين. بن نعوم كان هو نفسه مضرب عن الطعام لأيام أكثر من أيام كمال الدين فخار رحمه الله. فالمهم هذا الملف الآن لا يجب أن يغيب، هذه الوقفة تقول لا يجب أن يغيب برغم كل ما يعيشه الجزائر من حراك شعبي، ملايين الجزائريين يشاركون فيه يطالبون برحيل المنظومة ورموز هذه المنظومة، لكن هذا الباب لابد أن يبقى حاضرا في الأذهان، وبالتالي في هذا الإطار جاءت وقفة اليوم. سنتابع الآن مقطعا من هذه الوقفة ثم نعود لنبدأ النقاش حول هذا العنصر بداية. تعرض الأحكام ملفقة، أحكام ربما يعني جائرة إلى تهم ملفقة مفبركة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في كل القضايا. إذا كان الشعب حقق مطالبه وحقق المكاسب تاعه بالتغيير الشامل والجذري لبناء دولة كما يتمناها الشعب الجزائري وكما تمناوها الشهداء في 54، إذن دولة القانون، دولة الحق، دولة العدل. وبالتالي لما نروحوا في هذا المسار نطالب بتغيير كثير من التشريعات القانونية لأنها كلها ظالمة. الآن الناس اللي راهم في السجون كاين قضايا، كاين نصوص قضائية، نصوص في الكود بينال لابد أن نسميهم تهم العار، إهانة هيئة نظامية، التجمهر، هذه كلها تهم نسميها تهم العار، ولذلك لابد من تغيير هذه المنظومة والتركيز على العدالة والتركيز على السلطة القضائية أصبح من أوجب الواجبات. ولذلك لما نتكلموا على واش يصرى من محاربة الفساد، أنا واحد من الناس كنت في السجن ونعرف طريقة محاربة الفساد، يعني كيفاش تتم وكيف يعامل السجناء المفسدين داخل السجون، يعني عايشين في اي بي، لازم نتكلموها. إذن
نريد أن تتحقق العدالة مع مرور الوقت، ولا بد أن نؤسس العدالة عدالة حقيقية في الجزائر. بارك الله فيك أستاذ. بارك الله فيك أستاذ بن نعوم. ما يرضى عليك. ربي يحفظك. كان معنا الأستاذ عبد الله بن نعوم. هذه كانت كلمة. هذا عبد الله بن نعوم أحد السجناء السياسيين الذي أطلق سراحه. هناك كلمة أخرى كذلك لأحد النشطاء الموجودين اليوم، لو ممكن نسمع إلى جزء منها حتى نكون في صورة المشهد، صورة الدوافع لهذه الوقفة. نتابع ثم نعود. ويدمره يوميا ولا يؤمن أيضا بالإنسان، بكرامة الإنسان، بإنسانية الإنسان. إن هذه الوقفة اليوم موقف سياسي واضح وصريح من أجل تحرير كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي. لماذا؟ لأنهم لم يتمتعوا بمقاضاة عادلة، بعدالة حقيقية مستقلة. إنهم كانوا ضحايا محاكم الخاصة، إنهم كانوا ضحايا قضاء استعجالي، إنهم كانوا ضحايا ظلم واضح لا يبرره لا سجنهم ولا يبرره لا موقف منهم. وبالتالي إن موقفنا اليوم هو موقف من أجل بناء دولة القانون والحق والعدل، بناء دولة الحريات، حيث يعيش كل الجزائريين على اختلافهم بسلام وحرية وتعايش وتسامح. مشكلتنا اليوم مشكلة سياسية محضة وليست مشكلة جهوية، لأن الشعب تجاوز كل النعرات وتجاوز كل الطائفيات وتجاوز كل التحزبات الضيقة وتجاوز حتى مطالبه الاجتماعية الاقتصادية. ولكن النظام من جهته يريد أن يفتعل بؤرا للتوتر. وها هو النظام ذاته يؤكد لنا يوميا بأننا فعلا على حق، وأنه لا بد من تغيير هذا النظام تغييرا جذريا، لأننا لم نعد بحاجة أن نثبت إجرام هذا النظام وفساد هذا النظام وخروقات هذا النظام، لأنه يوميا يؤكدها لنا وهو يعتقل وصديقه وصاحبه والمتعايش معه حتى وإن كان من ديارات أخرى إنسانية واحدة. كل الشعب ضحية هذا النظام، ولا نفرق بين هذا وذاك. نؤسس للحرية، لدولة القانون، لدولة العدل، لفصل. نعم فضيل بومالة يعبر عن مطالب الشعب الجزائري ويذكر في تلخيص هذه فعلا المطالب والأسباب التي من أجلها نظمت هذه الوقفة. للتعليق على هذا الموضوع معي من الجزائر الناطق باسم عائلات السجناء السياسيين سيد مصطفى غزال. أرحب بك سيد غزال، ومعي كذلك المحامي الأستاذ عبد الحميد أصيف. مرحبا بك أستاذ أصيف. مصطفى غزال، أبدأ معك حول هذه الوقفة اليوم. يعني المشاركون فيها، ما هي أهم الرسائل التي يعني أردتم تبليغها؟ وهل فعلا تتصورون، تعتقدون أن الرسائل سيقع التعامل معها، بمعنى سيقع المضي نحو إجراءات وترتيبات إطلاق سراح هؤلاء المساجين؟ أهلا وسهلا. على كل، وقفنا هذه الوقفة الرمزية أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة. نعم. حتى نظهر بأن موضوع السجناء أصبح موضوعا وطنيا، السجناء السياسيين أصبح موضوعا وطنيا يحتاج إلى وقفة من السلطة المتنفذة في البلاد. نقول بأن هؤلاء السجناء فعلا حكموا في محاكم خاصة استثنائية غير دستورية، لا تستند إلى 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 الضمانات للمحاكمات العادلة، لا تتوفر على شروط المحاكمات العادلة والمتعارفة بها دوليا. هؤلاء السجناء يمضون أكثر من 27 سنة في السجن بتهم وهمية
بتهم جزافيه اقتناعيه، كان الغرض منها اتخاذ مواقف سريعه من اجل توقيف رده الفعل الشعبي من 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 توقيف المسار الانتخابي في 92. كانت البلاد تمر بمرحله استثنائيه. نقول للسلطه استاذ غزال، استاذ غزال، ما هو انتماء او بدايه ما هو انتماء هؤلاء السجناء وكم عددهم الان؟ هؤلاء السجناء حسبوا انهم كانوا ينتمون الى الجبهه الاسلاميه للانقاذ. العدد ما بين 92 الى 97 يعني في المحاكم الخاصه يتجاوز ال 160 شخص. العدد اكثر بكثير من بعد هذه السنوات، ولكن نحن نقول بان قضيه مثل هؤلاء السجناء يعني استاذ غزال انت ذكرت انه يعني عندهم 27 سنه في السجن يعني 27 سنه نعم. وطيب الان بعد 22 فيفري هل هناك، هل تحرك شوي هذا الملف ام انه ما زال يعني كما هو ليس هناك اي اهتمام رسمي به؟ لحد الان لم نجد اي رد فعل رسمي، ولكن وضعنا مخارج قانونيه للسلطه على ان يعاد محاكمه هؤلاء الاشخاص في محاكم عاديه مدنيه، ويعاد النظر في قضاياهم بإلغاء المحاكم الخاصة غير دستورية. هذا مخرج جيد إذا كانت النية صادقة في حل مثل هذه الإشكالات. الأشخاص الذين يمكثون في السجن يعانون من أمراض مزمنة، منهم من فقد عقله، منهم من فقد البصر، هناك شيوخ تجاوز اعمارهم 72 سنه يعانون من الشلل النفسي، من العجز الكلوي، امراض مزمنه تحتاج الى نظره. و27 سنه في السجن اظن انها عمر مديد يعني عمر طبعا طويل يعني موجود في السجن بهذه الكيفيه. طيب استاذ غزال ابقى معي، استاذ مصطفى، استاذ مصطفى ابقى معي لو سمحت ساعود اليك. استاذ عبد الحميد اصيف، ما تعليقك على هذا الكلام يعني، وهل فعلا هناك مخارج قانونيه لاعاده محاكمه هؤلاء، خاصه كما ذكر مصطفى غزال ان هناك وضعيات انسانيه وصحيه حرجه للغايه تتطلب لو جاء في دوله اخرى هذه الاسباب الصحيه تكفي لاعادته البيت يعني لاخرجه من السجن، خاصه وان الاحكام كما ذكر مصطفى غزال كانت وفق محاكم خاصه، محاكم استثنائيه بمعنى لم تكن دستوريه ولا قانونيه حتى. شكرا على حسن استضافتكم لنا. مرحبا استاذ. يعني بادي بدء انني يظهر لي واستسمح الزملاء اللي كانوا يتكلموا في مجال السجناء السياسيين يظهر لي السياق والوسائل القانونيه اذا كانت هناك بالنسبه لهم للافراج عنهم لابد ولا يمكن، عفوا، ولا يمكن ولن تتاتى لنا الا اذا كانت سلطه شرعيه. اليوم الوقفه تاعهم اليوم امام سلطه من؟ سلطه غير شرعيه، لان الحراك الوطني يوم ما بدا على اساس تغيير النظام ككل، ثم بعد ذهاب رئيس الجمهورية تحول مطلب الحراك إلى عدم قبول ثلاث باءات أو ربع باءات. نعم. ذهب أحد الباءات أو البائين، بقوا باءين، والباءين هذو مرفوضين من طرف الشعب، وحتى أن السلطة كرئيس الدولة من أين من أين استمدها؟ حتى أنه من ناحية دستورية من ناحية شرعية غير شرعي غير دستوري. إذا المطالب تاع المساجين السياسيين يبدو لي أنها تكون أمام سلطة شرعية لتناقش بالفعل وبموضوعية كيفية
الإفراج عن هؤلاء الإخوة اللي رهم يعانون داخل السجون. أستاذ عبد الحميد، نعم. أنت تعرف أنه كلامك صحيح 100% طبعا، لكن الإشكال هو أن هناك حالات لا تحتاج الانتظار، يعني خاصة وأن هل السلطة لحظة بس السلطة التي تقول أنها غير شرعية أطلقت سراح الحاج غرمول، أطلقت سراح عبد الله بن ناعوم وغيره من هؤلاء، يعني إذا حصل الإطلاق سراح هؤلاء على الأقل اللي وضعيتهم الصحية تحتاج إطلاق سراحهم من سلطة تقول أنت أنها غير شرعية الآن، فليكن. المهم أنه هناك حياة ناس لابد أن يقع إنقاذها بعد 27 سنة سجن وظروف صحية يعني لا تطاق يعني. نعم نعم، إذا كانت هناك حالات خاصة أو حالات على وشك الوفاة أو على وشك الهلاك، فلأن السلطة الحالية ربما كاستثناء ولا بد أنها تعترف كاستثناء، ولمساعدة هؤلاء أنها تلجأ إلى وجود سير. بالنسبة للآخرين أن نظن ونظن، لأننا لا بد أن نعيش في إطار شرعي، ما نبقاوش عايشين في إطار لا شرعي. الحمد لله اليوم كان إطارات في جميع المستويات في جميع القطاعات. يعني أنت أستاذ عبد الحميد، أستاذ عبد الحميد، نعم. يعني أنت مع أن يبقوا في السجن لغاية تأتي سلطة شرعية؟ أنا مش يبقوا في السجن إلى غاية سلطة شرعية، لابد منها ولابد الإسراع. طيب. وأنا مع رأي تاع اسمه قايد صالح اللي يقول لابد من الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية. لما تو احنا قاعدين عايشين بدون رئيس جمهورية. طيب سنأتي بعدين لهذه النقطة، لأن ممكن تكون أستاذ عبد الحميد انتخاب رئيس الجمهورية تعميق للا شرعية التي أنت ضدها. سأعود إليك بعد قليل، لكن مستفى غزال ما رأيك في كلام السي عبد الحميد أصيف؟ ما تعليقك عليه؟ لا، هذا الكلام قيل لنا يعني أنه يحتاج العفو عن المساجد إلى قرار برئيس شرعي. وهذا لماذا نحن نقول بأنه مخرج قانوني؟ العدالة اليوم تقوم بمواقف تاريخية في سجن في محاكمة والتحقيقات الجارية الآن ضد عصابة مالية، عصابة سياسية أنهكت البلاد. هذه المواقف نريد أن تستغلها العدالة بالإفراج عن السجناء الذين يعانون يعني منذ سنوات من هذا الضيق وهذا الظلم والمخارج القانونية، لأنهم يقولون بأننا سنتمسك بالدستور ونتمسك بالقوانين الحالية، فنقول بأن اتخاذ إجراء إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص في المحاكم الدستورية، وبالتالي تلغى الأحكام التي صدرت من محاكم غير دستورية. نحن نقبل بهذا لأن الكثير من السجناء سيحكم عليهم بالبراءة، سيحكم عليهم بالبراءة إذا تمت محاكمتهم محاكمة عادلة، محاكمة قانونية مستندة إلى 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 التحقيقات وإلى شروط المحاكمات العادلة. هذا هو، يعني نحن نقول بأن الأمر لا يحتاج إلى انتظار رئيس شرعي. نعم. نحن نقول بأن للعدالة سند قوي وهو الاستناد إلى دستور وإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص في محاكم دستورية عادية غير خاصة غير استثنائية. والناس لهم في 27 سنة سجن، يعني مسألة تحتاج إلى إسراع في النظر. طبعا طبعا طبعا، بمعنى عملية الانتظار غير واردة أستاذ عبد الحميد. والرئيس الشرعي كان موجود في يوم من الأيام المنتخب، وكنا نقول فقط أن قانون المصالحة الوطنية يستند إلى قوة الدستور لاستفتاء الشعبي سنة 2005، ورغم ذلك ورغم قوة هذا القانون يعني أنه القوة الدستورية، غير أنه لم يطبق على كثير
من الأشخاص. عبد القادر منصور الأستاذ الجامعي الذي سجن في 92 ما زال لحد الآن مسجون. طيب. وتهمه وهي غير مستندة إلى أي دليل. وهو يعاني من الأمراض في سجن باتنا. وغيره كثير. طيب ابقى معي مصطفى غزال لو سمحت. أستاذ عبد الحميد، هل ننتظر من السلطة كحركة إبداء حسن نية دعنا نقول وتثبيت لما تقول أننا دخلنا في مرحلة جديدة، أنها على الأقل الآن وإن كان هناك خلاف كبير والجميع تقريبا يقول أنها غير شرعية الآن، أنها تبدو حسن نيتها وتطلق سراح هؤلاء؟ يعني هل هناك أمل في هذا على الأقل الآن بعد هذا الخروج، بعد هذه المظاهرات، بعد حديث وسائل الإعلام عن هذا الملف؟ لأنه مسألة السجناء معروفين 160 مصطفى غزال يقول، لكن هناك عدد آخر آلاف اللي هم المخطوفين الذين لا يعلم أحد عنهم شيئا. فهذا الملف ربما قد يتفق معك البعض، لما تأتي سلطة شرعية لها القدرة والجرأة والشجاعة تفتح هذا الملف وتقول ماذا حصل لهؤلاء. لكن على الأقل المساجين معروفين أعدادهم وأسمائهم ومواقعهم كذلك، لماذا لا تسعى إلى حل هذا الملف وكما يقال يعني تنحي وجع راس عليها السلطة الموجودة الآن ويقع إطلاق سراحة؟ هل ننتظر يعني على الأقل نوع من التعامل الإيجابي تجاه هذا الملف من السلطة الحالية الآن قايد صالح والمؤسسة العسكرية تحديدا يعني؟ نعم. أنا شيء ما فهمتوش هي أنه طلقة سراح البعض. نعم. لماذا هذا الإجراء لم يطبق على البقاء على الآخرين الذين هم في حالة مشرية؟ لماذا هذا التعسف تاع السلطة؟ وراح يؤدي بنا هذا التعسف تاع السلطة ومحاولة البقاء في السلطة بصفة غير شرعية. أيعقل هذا المنطق؟ أنا أظن لا. يعني كان المفروض الإجراء الذي طبق على هؤلاء يطبق على الناس هذو على أساس أنها في حالة مجرية. نعم. نقطة ثانية، يقول لك المحاكم أنها تعيد المحاكمات تاع الناس، الكيفية والصيغة القانونية كيفاش نعيد المحاكمة؟ هل هناك نص قانوني صريح في الدستور يخول السلطة أنها تعيد المحاكمة أمام أحكام أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقتدي؟ من ناحية القانونية هذه من وجهة نظر قانونية. نعم. أنا نعتقد أنه الصيغة القانونية والصيغة المخولة سواء إلى رئيس الدولة ما دام اللي راه يمارس الآن في صلاحيات رئيس الدولة أو الرئيس الشرعي اللي راح يجي، أنا يظهر لي ما قالوا أمامه إلا العفو. إلا العفو على هذا السجناء. نعم. وكاين نقطة أخرى فيما يخص تجمهر يعني طبق القانون تاع العقوبات، كاين تجمهر مسلح وتجمهر غير مسلح. نعم. هذا التجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح فيه مساس بالنظام العام، يعني القانون يعاتب هذا الناس ويعاقب هذا الناس. نعم. هذه ما نهربوش منها، ولكن كان في بعض الاحيان بعض كما شفنا بعض المواطنين ما حضروش تجمهر اصلا. نعم. ما كانوش في التجمهر. نعم. وزج بهم في السجن. نعم. نتيجة حسابات، ونقول حسابات، أنا مسؤول عن البلاد، حسابات شخصية زوج به في الحبس وراء في الحبس إلى يومنا هذا. وهذا مسكين ثاني، هذا الغلبان، هذا قد أبناء وقال زوجة قد إثناء قد إثناء، ولماذا لم يطبق عليه الإجراء اللي طبقوه على بعض السجناء؟ وهذا أسئلة مهمة كثيرة أستاذ عبد الحميد، تحتاج فعلا إجابة إن كان هناك حسن نية. سأعود إليك بعد قليل أستاذ وصيف. مصطفى غزال، السجناء الحديث عنهم والمطالب بإطلاق سراحهم طبعا لا ينسينا حديث الحديث عن المختطفين، يعني حديث على 17,000 ربما يزيد قليلا أو ينقص قليلا، كذلك هو ملف حارق وعلى السلطة كذلك الإجابة عن هذا السؤال، ليس كذلك؟ نعم. بالنسبة للمختطفين احتاج إلى رئيس شرعي دستوري يتخذ قرارات حاسمة في موضوع المختطفين.
لان مساله حساسه تاريخيه لها سجون ولها يعني رواسب اجتماعيه مهم كبيره يعني في مجتمعنا تقتضي مثل هذا. اما بالنسبه للسجناء يمكن حلهم كما قال الاخ عبد الحميد في حاله استثنائيه، وذلك بالغاء المحاكم العسكريه او المحاكم الخاصه ويتم محاكمتهم محاكمه عاديه. نعم، ليس هناك اشكال قانوني. وقد تباحثنا مع بعض القانونيين وصرحوا بانه يمكن للسلطه القضائيه الغاء الاحكام استنادا على انها غير دستوريه، ثم يعاد محاكمتهم في محاكم عاديه على حسب الاتهامات، وتكون المخارج قانونيه. والا فنحن ننتظر يعني عفو شامل لجميع ضحايا المأساة الوطنية. جميل. مصطفى غزال، هل هناك بصيص أمل يعني عن طريق هؤلاء المحامون وغيرهم في أنه فعلا يقع تسويت هذا الملف وإطلاق سراح ال 160 من تبقى من هؤلاء؟ نعم، نحن متفائلون جدا بأن موضوع السجناء أصبح فعلا موضوعا وطنيا تم الالتفات إليه وأخذه بعين الاعتبار، وننتظر في هذه الأيام القليلة إن شاء الله اتخاذ مواقف جريئة بالإفراج القانوني على سجناء. طيب مصطفى غزال، مصطفى غزال تنتظر إجراء قانوني، يعني هل عندكم تواصل مع جهات رسمية تعدكم بشيء من هذا؟ لم يعدنا طرف بشيء، ولكن قمنا بعدة مراسلات وشرحنا موقفنا من موضوع السجناء، ونحن متفائلون على كل من أنه ستكون إجراءات إيجابية في المستقبل إن شاء الله. هل ستتكرر وقفات اليوم من أجل الضغط والتعريف بهذه القضية؟ كانت وقفة ناجحة، وقف معنا الشباب، وقف معنا جمهور كبير من الناس المتعاطفين. أحسسنا بأن قضيتنا فعلا أصبحت قضية مجتمع يحس بها الجميع. جلست في المقهى لكي يعني أشرب قهوة، فسمعت شباب عاديين يتكلمون عن الموضوع وكأنه موضوع وطني. موضوع يهم جميع شرائح المجتمع، فيعني أحسست فعلا بالارتياح، وأحسست بأن الله سبحانه وتعالى سيقرب الفرج لهؤلاء الأشخاص، وستجد بلادنا مخرج يعني جيد. طيب مصطفى غزال، انت باعتبارك ناطق باسم عائلات السجناء السياسيين، ما هي الرساله التي تريد ان توجهها الى ذوي الامر يعني زياده على وقفه اليوم؟ طبعا هذه الرساله اوجهها اعاده النظر في الاحكام الصادره من محاكم خاصه استثنائيه غير دستوريه. طيب، اطلب منهم اعاده النظر في هذه الاحكام واتخاذ مواقف جريئه تفرح الشعب الجزائري، تفرح شريحة كبيرة من الشعب الجزائري، وتخرج كثير من الأحقاد من قلوبهم، وتشفي كثير من الأمراض التي نعيشها في بلادنا. شكرا لك مصطفى غزال الناطق باسم عائلات السجناء السياسيين، كنت معي من الجزائر. أستاذ عبد الحميد، هل هناك أمل بالنسبة إليك لرفع هذه المظالم عن أشخاص حكموا بصفة استثنائية ولديهم الآن 27 سنة في السجن، وتحدثنا حتى عن وضعيتهم الصحية؟ أنا يعني أقول يعني بالنسبة إلى جميع السجناء، في رأيي واعتقادي، وهذا رأيي على كل حال، ربما ما يشاطرونيش فيه الزملاء، يعني أنا أقول في ظل هذه السلطة، في ظل هذه السلطة اللي هي في الحقيقة مفسدة ومصابة بالفساد، أنا ما نعتقدش أنها تفكر تفكير إيجابي،
وتفكير موضوعي على اساس انه هذا السجناء راهم تصوتنا وما ماذا بهم يخليوا دار مقمان على حاجه لا هذه الوصول الى شيء ما لا يحمد عقباه وولد الشعب واعي ما يوصلش مستحيل انا اعتقد انه بالنسبه للناس اللي راهم في حالات خطيره على السلطه ان لا تتعسف وتنظر الى حالتهم وعليه الحق رئيس الدوله دستوريا وقانونيا درك له الحق ان يصدر امر او يصدر امر بالعفو له الحق يصدر الامر عليهم بالعفو باش يخرجوا مساكن يداووا برا باش يخرجوا يشوفوا الاهالي يداووهم في حاله يرثى بها بالنسبه للسجناء الاخرين يظهر لي مناقشه الموضوع راه سابق على اوانه على اساس ان السلطه غير شرعيه انا رسالتي اليوم موجهه الى القائد صالح انه يبذل ما اقصى في وسعه لوصول الى صيغه قانونيه مع المعنيين بالقانون ورجال القانون يوصل الى صيغه قانونيه للافراج لهؤلاء والصيغه القانونيه يبدو لي ان الغالب فيها انه العفو لاننا امام احكام نهائيه باش تشكل باش تلغي المحاكم الخاصه وتعاود تشكل محاكم عاديه باش تحاكم الناس هذوك كاملين يظهر لي انه فيه وقت استغرق ولكن بالنسبه راكم تقولوا على اساس انه كان ناس راهي في حاله مزريه صحيه مزريه يبدو لي انه الحال فيه استعجال فيه ضغط استعجال وضغط الاستعجال هذا يواجه باجراءات مستعجله اكيد طيب استاذ عبد الحميد استاذ عبد الحميد ابقى معي لو سمحت ابقى معي سنمر الى محور ثانيا نتابع قبل ذلك هذا الانفوغرافيك الذي يتحدث عن هذا المحور المتعلق أساسا بقائد الأركان أحمد قايد صالح ثم نعود. إذن نعود للحديث حول ظهور جديد لقائد الأركان قايد صالح مرة أخرى في شرشال ورسائل أخرى يوجهها في خطاب تبثه وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر. أستاذ عبد الحميد وصيف، يعني هذا الظهور المتكرر بتقديرك، ما هو الغرض منه؟ ظهور وكلام بعض الأحيان جيد مقبول وبعض الأحيان غير مقبول، لكن يبقى كل عنوانه الكبير هو كلام أقرب إلى الشعارات منه إلى الواقع، لأنه حينما رأينا على سبيل المثال الدعوة للحوار كلام جيد يعني، لكن ليس هناك أي إجراءات عملية لذلك. حينما تحدث كذلك الأسبوع الماضي على مسألة الرايات أثارت الجزائريين كثيرا، وكان الأفضل أن لا يتطرق لهذا الموضوع، وبالتالي هذا الكلام الذي هو أقرب للشعارات كما قلت
يعني ما الغرض منه إذا لم يتحول إلى واقع، وإذا لم يدفع نحو فعلا الخروج من هذه الأزمة بالشكل الذي يطالب به الجزائريون كل جمعة وكل ثلاثاء؟ نعم، يعني على كل حال القائد صالح في الخطابات تاعو السابقة وتاع اليوم تاع كذا يوجه في كلام عام، في كلام في توجيهات عامة لمن يوجه فيها، يعني كان من المفروض الكلام تاعو مش هو اللي يطبقه كسلطة عسكرية. هو خاطئ، ما يقدرش يطبق الكلام تاعو، ما يقدرش يطبق الكلام تاعو، الكلام تاعو متوجه إلى سلطة مدنية. نعم، والسلطة المدنية هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات لتطبيق ما وشاه يقول هو في التوجيهات تاعو. ولكن كما يقولوا لا لكن أستاذ عبد الحميد، أنه المعروف الآن منذ 22 فيفري أو منذ أفريل، بداية شهر أفريل عندما استقال عبد العزيز بوتفليقة، أنه الحاكم الفعلي هو هذا المجلس العسكري والذي يمثله القايد صالح. ورأينا بعض الملفات اللي هي ملفات الفساد فتحت وجاء بوزراء وبمسؤولين وبولاه ورجال أعمال بأعداد هائلة يعني، وتحدثنا أسابيع في هذا الملف بطلب، فقط كان طلب من قايد صالح أن هؤلاء الملفات لابد أن تفتح وهؤلاء لابد أن يحاسبوا. لكن في الشق الثاني، لماذا لم يقع التحرك بنفس الشكل الذي وقع التحرك به مع ملفات الفساد؟ دعا كذلك الحوار، لكن ليس هناك إجراءات عملية، والكل يعرف أن القايد صالح هو الحاكم الفعلي، وإذا أراد المضي يستطيع المضي في هذا الحوار بالشكل المناسب الذي يرغب فيه الجزائريون، يعني الذي يطالب به الجزائريون. يعني نقول لك يا أخي، يعني تسمحك، أنا مانيش مع القايد صالح باش نعرف فعلا أنه هو الحاكم الفعلي، لأن على الصورة والظاهر يعني القايد صالح احنا رانا تخمينات، هذا يظهر لنا تخمين أنه هو الحاكم الفعلي، ولكن الحاكم الفعلي وهذه مش ليس تخمينا استاذ، هو قراءه يعني قراءه في الواقع، يعني قراءه في ربط بين الكلام وبين الواقع، يعني قراءه واقعيه ادت الى خلاصه. نعم، الخلاصه هي في حد ذاتها تأمين تخمين، بينما الحقيقه انه وعلاش ما نروحوش لجهه اخرى؟ الا ما هي السلطه المدنيه الحاكمه فعليا لأنه ليس هناك سلطة مدنية حاكمة أستاذ عبد الحميد، ليس هناك سلطة مدنية حاكمة الآن، الوزراء محبوسون في وزاراتهم، ليس هناك خروج وما يستطيعون أصلاً الخروج والتواصل مع الناس. بدوي كذلك أنت رأيت مرفوض شعبياً ومرفوض من القوى النخبة الجزائرية، بن صالح نفسه يطالبون كل جمعة بذهابه، هؤلاء موجودون سدوا شغوراً دستوريا دعنا نسميها كذا، لكن لا يملكون من الأمر شيء. والأمر الذي تقريب ممكن نقول أن الجزائريين مجمعون عليه، أنه منذ 62 إلى اليوم المؤسسة العسكرية هي التي تصنع الرؤساء، وهي التي تعين وهي التي تزيل، يعني من خلال من خلف الستار. نعم، برك في الوقت الحالي هو راه يطلب في الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، بمعنى واش؟ بمعنى انه باش يخضع السلطات اللي راه يمارسيها. مثلا انا البارح في الاذاعه في التلفزيون نقرا باللي وزير الداخليه اتخذ قرارات فيما يتعلق بالتنميه، اتخذ قرارات بمعنى انه كان سلطه مدنيه، والسلطه المدنيه هذه الحاليه اللي على راسها بن صالح يبدو لي انها تطول في المدة، لا ربما لترتيب بعض الامور بمعنى بلش فيها احنا. طيب لو كانت سلطه، هذه يا استاذ عبد الحميد لو كانت سلطه لراينا بن صالح يخطب كما يخطب القايد صالح، يعني الرجل مره ولا اثنين ظهر وانتهى الموضوع، يعني في مناسبات ما عندها علاقه بالواقع الجزائري. القايد صالح هو اقرب للحديث والتفاعل ومع الواقع، لماذا يا سيدي اذا كان هذه سلطه فعليه بن صالح لماذا لا يتجاوب مع قياده الاركان ويخرج ويخطب ويقول سنفعل وسكذا ويطلق مبادرات؟ لماذا لم نسمع شيء من هذا من بن صالح؟ نسمعه فقط كل المبادرات، كل النوايا، كل ما يطالب به. يعني على سبيل المثال لما جاء وتحدث على انه ما فيش رايه غير الرايه الوطنيه، راينا في الجمعه والثلاثاء امس
عناصر الشرطة كيف يلقون القبض على الطلبة وعلى المواطنين الذين يرفعون الأعلام الأمازيغية؟ من أين أخذوا هؤلاء تعليماتهم إن لم يكن من القائد صالح؟ لأنه هو الوحيد تحدث عن هذا الموضوع، هذا يدل على أنه هو الحاكم الفعلي. لكن طبعا هو حديث أستاذ عبد الحميد وآراء كما قلت أنت وتخمينات ربما في بعض الأحيان، لكن هناك تخمين من تخمين يصدقه الواقع وتخمين ربما بعيد شوية عن الواقع. لكن دعني أشرك كذلك معنا انضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ الجامعي سيد حميد حميد العديسية من الجزائر. مرحبا بك أستاذ العديسية، ما رأيك إذن أستاذ حميد في هذا الذي يجري على المستوى السياسي أساسا، وحديث القائد صالح وظهور القائد صالح اليوم مرة أخرى في شرشال، رسائل توجه باستمرار سألنا لكن بقي على مستوى الدعوات والشعار ولم يتحول إلى واقع فعلي، لماذا يعني؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. أشكركم على الاستضافة. ابعد عن التلفزيون شوية يا أستاذ حميد. أستاذ حميد ابعد عن التلفزيون قليلا أو نقص الصوت على الآخر لو سمحت. تفضل. تفضل. أولا أشكركم على الاستضافة. أولا قبل أن أتدخل أريد أن أربط صلاحتي، هذه ليست حراك وإنما هي ثورة نوفمبرية مستأنفة، وهي ثورة حضارية. هذه نعم. تفضل. أولا أريد أن أصحح بعض الإتهامات التي وقعنا فيها. أولا هذه ثورة نوفمبرية مستأنفة، والدليل على ذلك أنها اختارت 22 فبراير، معناها رمز إلى 22 الذين قاموا بثورة. أما خطاب قائد الأركان، فإن خطاب قائد الأركان تنتابه كثير من الملابسات. بدأ في خطابه الأول على أنه اتهم الثوار بالمغرر بهم، ثم غير خطابا آخر كان أكثر هدوء وأكثر رسامة، ثم غير خطاب آخر كان أكثر تهديدا، ثم رأينا الخاصة الأخيرة الرايات. السؤال المطروح عن الراية، متى اخترمت الرايه الوطنيه في عهدي قائد الاركان المحترم؟ انا يذهب رئيس الحكومه وصاحب المهمه القذره الى باريس وقال بالحرف الواحد تحت الرايه الوطنيه، وحول شهدائنا الى قتلى، وحول ثورتنا النشيطه الى حرب. نعم. السؤال المطروح الذي نطرحه على المجاهد، وأنا أقول يجب أن نذهب بالتوأدة مع قائد الأركان فهو مجاهد، ونطلب منه ونلتمس منه التماساً نوفمبرياً أن يسير هذا الحراك ويستجيب لمطالب هذا الشعب. طيب يا أستاذ حميد، أستاذ حميد، نعم. الحراك عمره أكثر من 4 أشهر الآن. نعم. وأنت ذكرت المراحل التي مر بها قائد صالح، مرة ضد الحراك وبعد معه إلى غير ذلك. اليوم في شرشال على سبيل المثال في الأكاديمية يقول أننا نعم. سنواصل مرافقة الشعب الجزائري. هذه الكلمة نعم. ما معناها؟ يعني الشعب الجزائري الشعب الجزائري عنده مطلب واضح منذ 22 فيفر، رحيل هذه المنظومة. والجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية في الجزائر هي التي تقود البلد وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى الحكم. بعض الأحيان كانت هي في الواجهة مباشرة، وبعض الأحيان في آخر السنوات كانت من خلف الستار. لماذا لم نشهد إلى حد الآن يعني إجراءات عملية لمسايرة ومرافقة مطالب الشعب الجزائري الذي يقول ترحل قاع بن صالح وبدوي وكل هؤلاء الناس والمرور إلى مرحلة انتقالية وبعد ذلك يأتي الانتخاب للرئيس؟ هذا الشيء يرفضه قائد الأركان وترفضه المحكمة المؤسسة العسكرية، وهو المطلب الشعبي. يعني كيف نفهم هذا التناقض؟ أستاذ سمير، أنا أتفق معك أستاذ سمير. نعم أستاذ سمير، أنا
ابعد على التلفزيون يا استاذ حميد لو سمحت، نضيع وقت كثير هكذا. ابعد على التلفزه كثيرا وسكر الهاء، نقص الصوت على الاخر لو سمحت حتى نربح وقت. خلاص خلاص استاذ سمير، انا اتفق معك فيما تقول. قائد الاركان لم يفهم الملابسات التي جاءت بهذه الانتفاضه، وهي انتفاضه نوفمبريه، ولا يستطيع التاريخ ان يرجع الى الوراء. واعطيت القائد صالح عده روس، منها ان طور النوفمبريه المستأنفه اختارت الدكتور طارق الابراهيمي كمسير للمرحله الانتقاليه. نعم. لكن ماذا جرى؟ جرى سيطره هذه الشخصيه الادبيه والفكريه والجهاديه والنظيفه، جرى سيطرتها عن طريق مواقع الذباب الالكتروني. اي نعم. ولم يستجب، وكان بامكان قائد الاركان ان يمد يده لهذا المجاهد. هو هنا السؤال يا استاذ عبد، يا استاذ حميد، هنا السؤال. طالب الابراهيمي وغيره، جمعيه علماء الجزائريين قدمت كذلك مبادره، يعني الاحزاب السياسيه لديها مبادره، كثير منها لديها مبادره، هناك مبادرات كثيره يا استاذ، ولو وقع تجميع هذه المبادرات لكانت الجزائر الان على خارطه الطريق او على خطاط خارطه الطريق. لم يقع الالتفات إلى كل هذه المبادرات لسبب واحد يبدو، لأنها كلها طرحت مسألة المرحلة الانتقالية المرفوضة ضمنا وتفصيلا، يعني من المؤسسة العسكرية. مرفوض. أنا أستاذ سمير. نعم. ألو أستاذ سمير. نعم معك أستاذ. أستاذ سمير، أنت كنت متخلق بزاف معان. ماهيش مرفوضة من طرف المؤسسة العسكرية، مرفوضة من طرف فرنسا. يجب أن تعرف أن الدكتور طالب لما عينه الشادي بن جديد وزير الخارجية استاء ميتيرون من هذا التعيين، وقال عينت رجل يكره فرنسا. يجب أن رأس المؤسسة العسكرية ما زال ليس حرا في اتخاذ قراره، يجب أن نعرف هذا. هذه الخلفيات التاريخية. ليس المؤسسة إذا بناء على كلامك أستاذ حميد، بناء على كلامك كل ما يقال من طرف قايد صالح مرافقة الشعب الجزائري، لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، ننتظر من شعبنا تفهمنا، كل هذا الكلام هو فقط للاستهلاك لا غير. يعني أنا أستاذ سمير، كان بإمكانك أن تستمر التعقيد. هو كان من جاي صالح للاستهلاك، وهم يذهبون إلى طريقة أخرى، هم يريدون أن يمتصوا الرقم. نعم أستاذ سمير، خليني نكمل. تفضل. يجب أن تعرف أنهم من وراء ذلك إلى امتصاص الرقم، ويراهنون على انسحاب هذه الثورة السلمية. وهؤلاء يعرفون ان عجل التاريخ لا ترجع الى الوراء، كما ان ثوره النوفمبريه التي حررنا بها البلاد استثنائيه ستكون ثورتنا المستأنفه استثنائيه. هم يعولون على تهويئه على اضعاف هذا العراق، لكنهم لم يروا هذا الشتات ماذا يقول في العراق. قالوا ثورتنا دامت 7 سنوات واسترجاع سيادتنا الحضاريه ستدوم ولو 7 سنوات. مجدي زكريا قال وعقدنا عزم ان تحيا الجزائر. جميل. نحن نقول وعقدنا العزم ان نسترجع الجزائر. ابقى معي استاذ حميد. استاذ حميد ابقى معي، ساعود اليك بعد قليل. استاذ عبد الحميد وصيف، اذا الكلام هذا اقرب للشعارات، يعني مره اخرى نفس الكلام يقوله سيد حميد العديسيه، يعني ان هناك كلام للاستهلاك مع كل الاسف، وان القرار ما زال، وهذا ممكن واحد يتفهمه، يعني ما زال في جزء منه مرتهن للخارج، لابد من التنسيق من الترتيب، يعني ولا يستطيع قايد صالح المضي بكل حريه في خيارات يعني قد لا تتناسب مع اطراف خارجيه. يعني ما نعرف ان يظهر لي انا ما نوافقش الزميل حميد. هذا على كل حد يقول بلي القضيه قضيه انها في فرنسا، هي اللي ما بغاتش
ما بغاتش هذا الامور. انا نقول باللي القائد صالح المواقف تاعو يبدو لي، انا ما نعرفوش ولكن عبر الصحف وعبر قريتو انه المواقف تاعو تاعهم ما لا يشك فيها اي احد انها مواقف وطنيه ومعاديه الى فرنسا. كيفاش اليوم يخضع الى فرنسا؟ ما نظنش وما نعتقدش ما خضع لهاش في السابق يخضع لها اليوم. ما نظنش وما نعتقدش. طيب ما هو في السياسه في السياسه الثابت الوحيد هي المصلحة، ما فيش شيء ما نظنش يعني كل شيء يتغير يعني، لكن الحديث أستاذ وصيف المشكل أنه إلى حد الآن الشعب الجزائري كان يتوقع لما خرج قايد صالح وقال نحن لابد أن نفعل والمادة السابعة والثامنة من الدستور الجزائري والتي تتحدث عن الشرعية الشعبية، كانوا يتوقعوا على الأقل بعد ما شكك فيهم في المرة الأولى والثانية إلى غير ذلك، كانوا يتوقعون أنه صحيح يمضي في خطوات باتجاه تلبية هذه المطالب، لكن الآن يقولون في الجزائر أنه كل هذه الخطابات وكل هذه الاقتراحات إنما هي للالتفاف على مطالب الحقيقية. كل مرة هناك حديث، مرة انتخابات، طيب الانتخابات الرئاسية مرفوضة من الشعب ومرفوضة من الأحزاب والشخصيات السياسية، زوج مواعيد انتخابية وقع إلغائهم لأن الشعب يرفض آخرها هذه بتاع 7 جويلة القادم، وبالتالي إذا كان الشعب الجزائري يرفض إجراء انتخابات رئاسية ويطالب بخطة أخرى أو بخارطة أخرى، لماذا لا تتم المطالبة له الاستجابة لمطالبه والتنازل وإلغاء مسألة الانتخابات الرئاسية مؤقتا والذهاب فيما يطلبه الشعب الجزائري؟ هذا هو السؤال الذي يريد الجزائريون إجابة عنه من القائد صالح والمؤسسة العسكرية التي يمثلها. أنا أعتقد أن القائد صالح أنه راح يجاوبهم هذا الجواب. لا، لماذا؟ لأنه أولا لا يظهر لي القائد صالح قال الكلام في السابق، قال باللي المرواح تاع الأمور هذه تاع السلطات وكذا مش ممكن تروحوا كل مع بعضها، لابد بالتدريج. والسؤال اللي نطرحه أنا القائد صالح، نفترض انه متعسف وانه الكلام هذا استهلاكي، الى متى؟ الى متى والحراك مستمر؟ حراك كل جمعه ومستمر وعاقب العزم، الشعب الجزائري عاقب العزم على تحقيق مطالبه. هم يراهنون على انه الحراك سيفشل بعد مده، كانوا يراهنوا على شهر رمضان الحراك باقي متوصل، الان يراهنون على الصيف يعني وربما بعد الدخول الاجتماعي وهكذا. ما يحبش له، لانه الزميل المحترم اللي قال باللي هذه ثوره نوفمبريه، انا نزيد نقول له ندعمها ثوره نوفمبريه وضربه ربانيه. ضربه ربانيه، لانه ربي سبحانه عز وجل استجاب الى الدعاء تاع الشعب الجزائري. نعم استجاب. اذا انا اعتقد ان الشعور والاحساس المشترك داخل الشعب الجزائري انضج بوعي. انا ما نظنش بانه الحراك راح يفشل، يراهنوا ولا ما يراهنوش فرنسا وراهن تاع الثوره الجزائريه انها تفشل، ولكن لم تفشل لانه الشعور والاحساس صح مشترك. نعم كيما اليوم راه الشعور والاحساس مشترك، لابد هاد الناس تفيق بأن الشعب الجزائري ينضج، ما بقاش قاصر كيما كانوا المسؤولين يتكلموا باسم الشعب الجزائري. جميل، قاصر الشعب الجزائري ينضج. واضح جدا استاذ عبد الحميد، واضح جدا، ربما لا أدل على كلامك أو تصديق لكلامك أنه الثورة الوحيدة في ثورات الربيع العربي منذ 2011 التي منذ أول يوم يعني 22 فيفريو حتى قبلها بصراحة الأيام التي سبقت في بعض الجهات الأخرى كانت مطالبها سياسية بالدرجة الأولى، باقي الثورات كانت اجتماعية وخبزة غالية إلى غير ذلك. في الجزائر لم يكن هذا هو المطلب الأساسي، كان مطلب سياسي منذ الوهلة الأولى رحيل كل هذه المنظومة، وهذا دليل على هذا الوعي الذي كنت تتحدث عنه. ابقى معي أستاذ عبد الحميد، سأعود إليك، نتابع مشي الكرام هذا الانفوغرافيك مرة أخرى حول الترتيبات التي تريد السلطة السياسية بن صالح وبدوي القيام بها تهيئة ربما لانتخابات قادمة.
أعود لضيفي الأستاذ حميد العديسية والأستاذ عبد الحميد أصيف. أستاذ حميد العديسية، الأنباء تتحدث على أن محور الأساسي للقاء البدوي وبن صالح هو ترتيب للانتخابات الرئاسية، ومسألة الحوار هذه يقال أنه لم يقع التطرق لها، الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية أكثر من مرة. يعني هل ستنجح في هذه المرة بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية، ستنجح في ترتيب انتخابات رئاسية أخرى مرفوضة شعبيا؟ أستاذ سمير، نعم أستاذ سمير، قبل أن أجيب عن سؤالك أود أن أضيف جملة بسيطة جدا. تفضل. كيف تشايف مداخلتي؟ أولا أن جيشنا الشعبي أشرف جيش بعد جيش صلاح الدين الأيوبي، لكن لا تشايف من المدافع. ما قبل أستاذ عبد الحميد أصيب أشاطره، أنا نسأل سؤال فقط، طابعة ألم تفرضها فرنسا من مساحتها؟ ولا فقال جاي صالح بوتفليقة إلى عدم الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس؟ فقط أقول حوار أخوي مع الأخ عبد الحميد. إذن فرنسا ما زالت في حد الآن تتحكم في القضايا السياسية في الجزائر والمستقل عنها، وهي خائفة من انتصار هذه الثورة النكمبرية المستأنفة لأنها سننفصل عن فرنسا نهائيا. نرجع إلى اجتماع بدوي وبن صالح. أولا السلطة الفعلية في الجزائر ما زالت لحد الآن تنشط خارج مجال تغطية العراق. الدليل على ذلك أن أول حوار فشل، والآن الثورة الشعبية المستأنفة عاقدة العزم على أن تطبق مطالبها حرفيا وإلا لا ترجع لدارها. لذا يجب على قائد الأركان المجاهد المبمبري الأخير أن يرجع إلى نقض الثورة المستأنفة. وأنا في هذا الشأن في بداية الثورة كتبت مقالا ووضعته في حائطي تلفزيوني، قلت البيان المبمبري يجمع بين الشعب وجيشه في الثورة المستأنفة، ووجه نداء إلى القيصر النوفمبري الأخير أن يمتثل لمطالب العراق ويقوم بمرحلة انتقالية يسيرها الدكتور طالب، يأمها الدكتور طالب ويحميها بالمؤسسة العسكرية ولا يضيع هذا الوقت نهائيا. واضح جدا أستاذ حميد العديسية الأستاذ الجامعي، شكرا لك، كنت معي من الجزائر. أستاذ عبد الحميد وصيف، إذن هناك ترتيبات لإجراء انتخابات مطلوبة من القائد صالح، انتخابات رئاسية، هل ستتحقق هذه المرة؟ هل ستتمكن السلطة السياسية من المضي في انتخابات مرفوضة شعبيا إلى حد الآن؟ على كل حال أنا وجهة نظري أرد على السمير اللي يقول باللي فرنسا لا زالت تتحكم في الأمور والدواليب في الاقتصاد. أنا نقول له باللي أرجع لاتفاقية التسليح، القائد صالح هو راح سلح الجيش. من سلح الجيش؟ ما سلحوش من عند فرنسا، لأن مصلحة فرنسا كان من المفروض أنها تقتضي بأنها التسليح والأسلحة تخرج من عندها، لأن هذه الاتفاقية راحت لها من ناحية الاقتصادية. أنا أقول له أرجع لهذه المسألة تبين لك موقف هذا الثوري وهذا الوطني. أنا أقول للنقطة الثانية فيما يخص الانتخابات، أنا يظهر لي أن المطالب الشعبية مهما كان ومهما كانت المناورات، نعم طيب، يبدو انقطع الأستاذ عبد الحميد أصيف المحامي، أشكرك شكرا جزيلا، حتى الوقت المخصص للحوار انتهى، إن شاء الله تكون لنا فرصة أخرى للاستفادة منك أستاذ عبد الحميد. سيد عبد الحميد أصيف المحامي كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الأرقام موجودة في أسفل الشاشة، ما تبقى من وقت نفتح الخطوط فيه للحديث إلينا حول هذه الموضوعات، على رأسها وقفة المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين الموجودين منذ 27 سنة في الجزائر في السجون الجزائرية، ومعظمهم في حالات صحية يرثى لها،
وكذلك كلام القائد صالح اليوم خطابه في شرشال. نريد أو نود الاستفادة من أرائكم حول هذه الموضوعات. معي الأول المتصل الأول أحمد من كندا عبر سكايب. مرحبا أحمد. ألو. تفضل يا أحمد. أولا أريد أن نعطيكم ملاحظة بالنسبة للقناة تاعكم. أشكركم شكرا جزيلا على أنكم لم تتطرقوا لوفاة معطوب الونس، وهذا يدل أن المنهج تاعكم منهج صحيح. النقطة الثانية فيما يخص قايد صالح، قال لك اليوم لقد تبين الخيط الأبيض من الأسود. أنا نقول له زيد ناحي بدوي ومن صالح وتبان كل الخطوط ونتهناو. وملاحظة واحدة أخرى، هذاك اللي هضر مرايا البارح تاع قسنطينة قال لي هم، أنا أقول ما كاش هم كيما أنت. والسلام عليكم. شكرا يا أحمد. عبد الحميد من قسنطينة. السلام عليكم. عبد السلام، عبد السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحييك ونحيي المغربية قناة الأحرار. الله يحييك. قناة الواحدة 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 جاء الحق. أما بعد ما ندروش الوقت بما يخص احنا ما نمدحوش، احنا نمدحو الشعب الجزائري والحراك، هذا ما نمدحو، والفئات كاملة اللي متابعة الحراك هذا ما نمدحو. احنا اللي ما يحترمش الشعب ما نحترموش. الشعب العظيم، الشعب صاحب القرار، صاحب القرار، صاحب القرار والسيادة. احنا ما كانش واحد يمد يتوصل الشعب، الشعب هو صاحب القرار، هو اللي كما يحب يدير في هذه البلاد يدير. احنا طلبنا مرحلة انتقالية ولا مفر منها، وما كانش انتخابات يا عصابات وترحلوا كاع. جميل كاع. جميل. نزيدك تفضل. كل اللي ساندوا المرحلة هذا الخامسة راهم مع العصابة، ومع العصابة تاع بوتفليقة الخائنة السراقة المفسدة المجرمة اللي حطمت الشعب وحطمت الطلبة وحطمت مستقبل البلاد وحطمت وريبة البلاد. هادو كاملين يروحوا كاع ونزيدوش نشوفوهم خلاص، وما نشوفوش الكبيرات تاعهم غير يبعدوا علينا. والشعب الجزائري بالكفاءات نتاعو قادر على شغله، وما هو محتاج حتى الوعد. الشعب الجزائري قادر على شغله بكل الكفاءات نتاعو في الداخل وفي الخارج. شكرا يا عبد الحميد. شكرا اخي عبد الحميد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. احمد من بريكه. احمد انقطع. زكريا من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل يا اخي. بس سمعت فيما يخص لا خوف على الجزائر. نعم. لا خوف على الجزائر ما دام فيها رجل صالح اسمه القايد صالح. هذا الرجل قد وافق الشعب في رؤاه، فالحراك الشعبي قد قضى على العصابة الحاكمة، والقايد صالح قد قضى على العصابة المتحكمة على الدولة العميقة التي كانت تتساوم مع العصابة الحاكمة في أمور الهوية الوطنية. زكريا. نعم. لماذا يرفض القايد صالح المرحلة الانتقالية اللي يطالب بها الشعب الجزائري؟ لأنها فخ نصب للشعب الجزائري. لأنها فخ نصب للشعب الجزائري من طرف العصابة المتحكمة. وما أجمل الجزائر بدون راية انفصالية، وما أجمل الجزائر بدون أصوات انفصاليين. الأمازيغية ليست راية انفصالية زكريا، هذه راية تعبر عن الهوية وليست انفصال، ليست راية الماك ولا غيره على الأقل. يعني نوضح بعض الأمور، على كل موضوعنا هذا أغلقنا هذا الملف أستاذ زكريا، سكرنا هذا، خلينا في حديثنا الذي طرحناه اليوم. أود منك يعني رأيك كذلك في الوقفة اليوم متعلقة بالسجناء السياسيين، يعني ما رأيك فيها؟ ما زالوا مسجونين إلى حد الآن؟ يعني المساجين السياسيين خلال فترة التسعينات الوقفة طيبة، ولكن ليس في البريد المركزي، كانت تنظم في أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، حيث يوجد جنرالات الموت. صحيح. الذي زجوا بالشباب الجزائري في أتوه حرب غير يعني استنزفت دماء الجزائريين واستنزفت جيد. زكريا، لماذا لم تغطيها وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية بتقديرك؟
التغيير مرحلي، يعني ما زال الآن هناك العصابة المتحكمة ما زالت لها خيوط ولها أدرع ولها أموال. لهذا قد قامت قيادة الجيش بجذب العصابة في السجن حتى لا تتحرك في الوقت البدل الضائع وتتيه على الشعب. الدور المؤسسة العسكرية الآن هو حماية الحراك الشعبي. جيد، إن شاء الله نرى ذلك، وربما إن شاء الله تكون هناك أشياء عملية أكثر منها شعارات. كثير من الجزائريين يقولون هذا الكلام. شكرا زكريا على المشاركة، بارك الله فيك. عبد السلام فرنسا. طالب تفضل يا عبد السلام. عفوا السي سمير، انا والله غير نستغرب قايد صالح، انا تقول شي وعايش في المريخ ما يعرف الشعب تاع يا وشعب، ويقول لي العصابه على راسهم قايد صالح ولادو داروا لي ما دارهاش بليس في في عنابه. يا اخي طالب، يا اخي سمير، اليوم لازم قايد صالح ما يقولناش نرافق الشعب. يا وشعب وجاي ليك، كيفاش ترافق الشعب؟ الشعب وجاي ليك انت، وقلت انت ام المشاكل ابو المشاكل، وانت رافقت له. احنا عندنا مثل في بلاد قبالي واحد قال لي ما ديري لي عيا كيما شغل تقول طعام، قالت وقت ديري طعام، ما قالت له نهار يبغي ربي، قالها يا ربي انت يا رب الطعام. وعلى زي قايد صالح يرافقنا، وانت رافقنا، انا جايين ليك انت، اعكس روحك احشم، كنت تركع على ركيبك البوتفليقه دوكا تجيب لنا انت مده 20 سنه وانت شاركت في الفساد وانت بالك رئيس العصابه. اليوم ترافق، كيفاش تحمي البلاد انت ما دام تقول الشعب نرافقك؟ ما لا غدوا يهجم علينا العدو، تقول الشعب نرافقكم. يا وانت مسؤول الاول يا سي قايد صالح، احشم على عرضك. اسمح لي سمير واسمح لي مشاهد الكريم. طيب طيب، على الاقل واحد ما ينزلش تحت المستويات. يا عبد السلام شكرا لك، شكرا لك. مصطفى من مرسيليا. السلام عليكم اخويا، وحبيت نشارك معكم. تفضل. وفوالا، انا واش حبيت نقول، يعني يا جماعه هذه تقول القايد صالح راه مع الحراك وراه مع هذا الراجل، راه يدير كل شيء بالعكس، هو اللي راه يدمر فينا، وهو اللي راه المرحله اللي كانوا يدوموندوها باش بوتفليقه يزيد عام ويزيد فيها هو. كل مره الناس زاد جبدنا مشكله تاع القبائل، القبائل خاوتنا، ويتهضروا يقول لك فيه قضاء، القضاء راه محرر، وانا القضاء المحرر نعيمه صالحي تخرج تقول لك فرشيطه وتقول مشي، مهما انا مانيش قبايلي ولا اخر كذا، بصح خاوتي ولاد بلادي. انا الكلمه الوحيده اللي نقولها للشعب الجزائري 5 جويليه هذا ما لازمش نحتفلوا به، باسكو مازلنا مستعمرين، ولازم اضراب، لازم يكون فيها اضراب عام. من الحاجه الوحيده اللي لازم يكون المطارات تقعد محلوله والمستشفيات، والباقي لازم البلاد تحبس من 5 حتى 9 حتى يطير هذا الخبيث هذا اللي راه حاكمنا ولا محاكمينا. خلاص كلامنا 20 سنة بلاد كانت تمشي في فريز السرقة الآخر، اسمح لي خويا على خلاص الواحد ما يلقاش وش يقول وش يهضر. من 62 طيب. يكذبوا علينا في 62 قبل ما تدي الجزائر الاستقلال. مصطفى شكرا لك، نكتفي بهذا القدر. مصطفى شكرا، نكتفي بهذا القدر. واضح موقفك، واضح جدا، ويفق فيه كثير من الجزائريين. محمد من عين دفلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لاباس. الحمد لله، تفضل. اخويا نتكلم على هذا الناس اللي راهم يقولوا قايد صالح وكذا، منه هو رئيس الاصابه هو جدهم. على كل حال سمعتني؟ نعم معاه، كمل يا محمد كمل. قلت لك هو جد الاصابه، هما راهم غالطين ويقولوا، ولا يعني سينيار معاه متفاهمين معاه ولا مانيش عارف، ربي يهدينا ويهديهم. المهم هذو كما قالوا ربي في القران، واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم ولنا ميلا من الغيظ. أتفهمني؟ فاهمك فاهمك، كمل يا محمد. هذا كل حال نوجد نداء الأمة الإسلامية يعني الجزائريين بصفة خاصة، يلزم يفيقوا باللي هذا الناس هادو ماشي راهم يعني يحوسوا بالبلاد ولا حاجة، هما اللي راهم يحربوا في البلاد، هما اللي راهم يعني يحوسوا يكسروا بكل مره، يعني يجيبوا لنا بهذا السيناريو هذا تاع مثل تاع الرايه وتاع كذا. المهم انا نوجه ندائي لكل يعني الجزائريين ان يعتصموا ويتوحدوا. فاهمني؟ فاهمك يا محمد. يعني يتوحدوا. شكرا، نكتفي بهذا القدر. محمد شكرا لك، بارك الله فيك. مختار من جيجل الان. الو، تفضل يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخويا أنا برك حبيت نسقسي، برك أذكر في 21 سياكل مازال الناس يضربوا الشتاء، هذا هو
وما زال يناديو بحكم العسكر في القرن الواحد وعشرين بعد ما الناس رمات كل هاد لي باجاج هادو مرمتهم الدول على مستوى العالم ما بقاش واحد يزيد ينادي بحكم العسكر. واحنا في الجزائر ما زال اليوم الناس تعبد الرنجات. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. موسى من كندا الآن. موسى. سلام. تفضل يا موسى. خويا عندي سؤال برك. أنا باغي نحلل باغي نشوف برك هذا مكان. اسكو الجيش تاعنا والجنرال تاعنا كما جنرال مصر وكما جنرال سوريا ولا لا؟ أنا ما ظنيتش. احنا لازم نديروا تصالح في بعضاتنا. ما نديروش نديروا نتهاجموا، كل نتهاجموا هنايا الجيش هاوي يخاف. بيان سور يدافع على روحه، بيان سور الواسي. احنا لازم كنا نديروا تصالح. وفي القانون هي الدستور تاعنا لازم نبدلوا المادة، تولي سلطة الجيش الشعب مع بعض. سمع درك الجيش كل بار اكزومبل نديروا حكومة انتقالية هكذا يخافوا على رواحهم، يقول لك احنا ثاني نتحاسبوا احنا هكذا. هذا شيء منطقي. ما لازم نتصالح في بعضنا باسكو الازمه هذه دارها بوتفليقه وفرنسا دخلت الناس كاع في الاختلاسات، الجيش دخلته في الاختلاسات والشعب دخل في الاختلاسات، الناس كاع اختلست في الجزائر حاشا قليل، مي لا ماجوريتي كاع اختلسوا كاع دخلوا في الاختلاس من اصغر مؤسسه صغيره في الجزائر لاكبر مؤسسه جزائر صارت نائبات ضد الاختلاسات، الناس كاع توغلوا، لازم نخرجوا من الازمه هذه بذكاء، لازم نستعملوا ذكاء سياسي كيما نديروا التصالح ونخرجوا من الازمه هذه. من احنا ما نهيجوش الجيش تاعنا ونلبسوه اللبسه تاع كبرانات فرنسا ولا جيش مصر، احنا ماهوش جيش مصر، ماهوش جيش مصر، ان شاء الله نتفاهموا في بعضنا باش نخرجوا الجزائر من الازمه من اقرب وقت. ان شاء الله. باش نبقاو نتهاجموا، ما نخرجوش نقعدوا في حفره ذات ثلاث ابعاد، ما نخرجوش من الطور. شكرا جزيلا اخي موسى، شكرا لك، بارك الله فيك. نبيل من جيجل. حياك الله اجمل تحيه الاخ. الله يحييك، مرحبا. سمير. تفضل. تحية حراء إلى صغام الشعب الجزائري الأبي، وتحية عاطرة إلى كل أوفياء قناة المغربية، أبو ياسين، أبو صهيب ومصطفى والقائمة طويل. أخي سمير، قايد صالح يتلاعب بالشعب الجزائري، ولم يسلم السلطة للشعب الجزائري بسهولة. والعدالة ما زالت مقيدة تحت رحمة المؤسسة العسكرية. شكرا أخ سمير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا نبيل. يوسف من فرنسا. يوسف أين أنت؟ طيب راح يوسف الشافعي من بسكرة. حياك الله أخي سمير. الله يحييك، مرحبا سيدي. حيا الله كل المقيمين على هذه القناة الطيبة وعلى ما تبذلينه من مجهود يعني لصالح الشعب الجزائري وللأمة جماعة. أخي سمير وش نقول لك؟ أنا حلت في حاجة، الشعب عندما خرج في الحراك الأول خرج جاء طول الجيش صالح ركب بالموجة، شو قلوا من فرات كما نقولوا بلغتنا أنا، شو هذيك وجوه صحيحة خويا سمير؟ شو الوجوه الصحيحة سمير خويا؟ كي العسكر هذا ما يحشموش؟ شو الشعب نايض على رجالكم من 62 نظركم شو ما ديركم تحطوا؟ أنا نقول لك أخي سمير والله 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 غير قيم نتاع مسجد يزكى من طرف العسكر، قيم برك، هذاك اللي يحكم المايض هذاك يعمر الماء في المسجد. كما عدش العسكر ما عدش على بالهم به مزكة من عندهم في كل في كل في كل في كل المؤسسات في كل القطاعات ما زال فوق العدالة يتمشي بالتليفون يقول لك هاي جات أنا طلقني لهم باش يبداو يخدموا في خدمة ما تقر باللي راي بكري ما كانتش كاينه عدالة أخي سمير ليس كذلك أو يقول لك جات العدالة تخدم ما بكري ما كانتش العدالة قولوا تكتبوا برك الزركاكم دايرين ليستا عندكم قولوا تصدر في قرارات من سكنات ديجا قولوا القرارات اللي راك تصدر فيها راه غير شرعيه تاع وقولوا القضاة دركم يمشوا بالتليفون وقول لهم القضاة وقول لهم راكم مازالكم تحت الرونجال واحشموا على ارواحكم. السلام عليكم اخي سلام. سلام شافعي. جعفر من هواي، تفضل يا جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، مرحبا. الحمد لله والله حبيت نقول لك يعني على العلم تاع القبائل واش ما يهضروا واش نسمع في الفيديو
يا جعفر فتناها الموضوع هذا، هدرنا على السجناء السياسيين الآن والقايد صالح. قايد صالح هذاك أولا ما صبش واش يهدر، يهدر على العلامة أو يدير في المشاكل في البلاد، فهمت؟ السجناء السياسيين يا جعفر، اليوم هناك وقفة في البريد المركزي في العاصمة حول إطلاق سراح السجناء السياسيين اللي بقاوا عندهم 27 سنة الآن، ما رأيك في هذا هذه الوقفة؟ هذا الرأي هذا كما السيستم تاع مصر، شوف في مصر واش صار لهم الآخرين هذوك، هكذاك ما كيف كيف، خاطر علاش يخافوهم هذوك يهضروا الصح. نعم فهمت، يهضروا كثير هذوك. سي بور سا كيما علي بالحاج حافظ الله، علاش ما يعشوه؟ خاطر هذاك يهضر الصح ما يخافش منهم. هكذاك علاش ما حبوش يخرجوهم؟ واضح. هذه هي يا اخي، وانا العالم تاع القبائل باش نقول لهم لاكابيلي استعملوا كيما الفريق هذا تاع الفريق، كيما نقولوا لا شياس كتلعب نديو العالم هذاك كيما في العالم، عالم يشوف الفريق. طيب واضح يا جعفر شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا من هواي تابع في المغربية، شكرا لك. يوسف الجزائر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. والله ما نستناو حتى حاجة من واحد قال في الخطاب الأول ديالو أنه الشعب كيخرج مغرر به، يعني حاب يقول حاجة ما تبدلت. كيف قائد الأركان من 2014 كانت في أخو رأس العصابة، كانت في رأس العصابة اللي هو سعيد بوتفليقة، ويجي دوك يقول لك أنا نرافق، ما فهمتش أنا كيش يرافق وفي نفس الوقت يعتقل في الناس ويغلق في الطرقات ويكثروا بزاف البراجات، يعني حب يقول والله ما كان لا مرافقة لهم يحزنون. راني حوشوا برك على واجهة واحدة أخرى باش كاش واجهة كاش رئيس واحد آخر يستعملوه شغل ماريونات. هذا ما كانوا، حنا واش نقولوا الحراك هذا لازم ما يحبس حتى ان شاء الله نحقوا كاع المطالب واين عسكرت خربت. والسلام عليكم. واضح، شكرا يا اخ يوسف، شكرا جزيلا. من معنا بعد يوسف؟ مصطفى. نعم طيب تفضل يا مصطفى. قلت لك خليني باك نهضر شويه. الله يعيشك. تفضل لان انقطع صوتي قبل قليل، تفضل بسرعه يا مصطفى. الله يسلمك. المهم قلت لك السجناء السياسيين يا اخي شكون اللي يطلقهم؟ السجناء السياسيين اللي دخلهم الحبس هو مازال هو حاكم. الانسان اللي يقول لك قائد الجيش، الانسان اللي يدخل ويقول لك قبائلي وعربي ولا هذا ماشي حاب يدمر البلاد على جال المصلحه تاع الحكم. واضح شكرا مصطفى، واضح جدا، شكرا. كملت الفكره انت، فقط سمحنا لك مره ثانيه لانه انقطع الاتصال معك قبل قليل. شكرا يا اخي مصطفى، وستكون ان شاء الله فرص اخرى، التغطيه مفتوحه 24 ساعه تقريبا. سعيد من بجايه. مساء الخير يا شيخ. السلام عليكم. مساء النور سيدي. معليش نهضر بالقبليه. معليش. تفضل خذ راحتك. صح فليس الخير. والله انا نشكر فيكم بزاف الخدمه اللي راكم تخدموا بها. بارك الله فيك. وشنو كاينين اللي ما يحبوكمش خاطر تقولوا الحقيقه؟ بوريفوا سمعت في القضيه تاعكم، قلتوا هضرتوا على اللي داروا احتجاج في بريد الجزائر اللي يطلبوا انفراج الاخوان اللي عندهم 27 سنه في الحبس. نعم. هضرتوا على القضيه تاع معطوب الولاس. هضرتوا على المظلومين في الشعب الجزائري. وشنو بغيت ندير امتيت رومارك باركم، واحد السيد ديما يهضر مهران سي زكريا اسمه بغداد وكا، وشنو جاب لي ربي وقيل واش هو يدور قايد صالح وكا ويدير حوايج ملاح. وشنو نقولوا الله يهديه، لا ولا يدير حوايج ملاح، يشوف الماده 7 و8 يدير مزيان للشعب الجزائر وندخلهم كل واحد يروح يخدم شغله ونبداو نبنيو في الجزائر العزيزه تاعنا. نعم صحيح.
هكذا هذا واش عندي نقول لك سي سي سيدي وكا. شكرا صحيت صحيت سعيد شكرا جزيلا. حسن من تيزي وزو. طيب شافع من فرنسا. الو تفضل يا شافع. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. انا تو دابور جو ريميرسي بور تو سكو فو فيت ديبي لو ديبي دي زيفينمون. شكرا كبير. شكرا لك. Ce qui me concerne, je veux juste intervenir question de la situation actuelle. Ce que je vois, يعني شوف الحالة, c'est l'image de l'Égypte qui, à mon avis, qui va se répéter tant que Gaït Salah à la barre du tour, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, ce que je demande, c'est qui me recoule l'arabe, يعني الحرية تأخذ ولا تعطى. Donc, à mon avis, il faut passer à d'autres actions, tu vois. Non. Il faut, je ne sais pas, c'est-à-dire il faut procéder, puisque ça fait depuis le 22, donc les gens ils sont uniquement les vendredis, et le pouvoir, je pense qu'il est surmué de ce genre de marches, tout ça. Donc, à mon avis, il faut passer à d'autres actions. Et je lance un appel aussi à toutes les forces démocratiques en Algérie, et de faire des efforts en plus, de se réunir et de trouver des solutions, et d'être vraiment à côté du peuple, tu vois. Alors, ce que je peux vous dire, voilà. واضح. شكرا شكرا يا شافع شكرا. عقبة من القل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نعطي رأيي برك على الخطاب اللي دار الجايد. تفضل. بالنسبه لي انا ما ندخلكش في حكايه الرايه. انا بقيت خليت واحد الاخت تهضر على كريم طب هو استهدفوا منطقه القبائل، عندهم هدف على بالهم باللي يقدروا في الجزائر يراو نصف الجزائر. يا عقبه عقبه خلينا في موضوع اليوم، هذا الكلام كان الاسبوع البارح. اليوم هناك وقفه للمساجين لاطلاق سراح المساجين السياسيين، عندهم 27 سنه. ما رأيك في هذا الكلام، في هذه الدعوة؟ هل تدعمهم؟ هل تشارك معهم؟ أنا شوف، هذا النظام المستبد، هذا النظام السيستم هذا اللي ما حبش يروح، هذا عنده مشكل من 63، وعنده مشكل في 2002، وعنده مشكل في 92، عنده مشاكل كبيرة، عنده مشاكل مع الجزائريين. والله ما نتلقوهم، والله ما نراشينهم حتى يفضونا ولا نفضوهم، والله ما يطيبونا، والله نقعدوا للدقيقة الأخرى حتى يروح بالقايد. القايد بده واضح، هو ماشي رئيس العصابة. طيب عنابة من رئيس جد العصابة. شكرا عقبة شكرا عقبة. أبو آدم من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكر قناة المغاربية قناة الأحرار. أما بالنسبة للسجناء السياسيين، أنهم إن كانت عندهم نية وعندهم تغيير وعدالة حقيقية يتركون السجناء السياسيين سجنتهم العصابة. وهذا معروف. سبحان الله. وأمر آخر بالنسبة للخطاب يرافق الشعب، كيف الاعتقالات وتعنيف الطلبة وسجن الناس رفض راية لأجل راية، تسجن الناس وما نعرفوا شنو أحكام لا يا أخي هدية. ونذكر يعني نذكر هذا قائد الأركان، أنه ما تنساش أن الشعب، فخامة الشعب الجزائري، هو من حررك من جبروت سعيد بوتفليقة. الشعب هو من حررك، لا تنسى هذا. واضح أبو آدم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، بارك الله فيك. شكرا لك. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل الآن ثم نعود لنواصل مع باقي الزملاء. التغطية ما زالت مفتوحة ومباشرة كالعادة، فقط هذا الفاصل للاستراحة ثم نعود مع باقي الزملاء لنواصل الحديث حول هذا الحراك المستمر. دخل شهر الخامس الآن وطبعا نتلقى الاتصالات، تفضلوا بالبقاء معنا.